خلال الكام ساعة اللي فاتوا قدرت إسرائيل إنها تنفذ ضربتين أتقل من بعض، ضربت عصفورين بحجر واحد. الأول لما قدرت إنها تغتال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مفاجأة من العيار التقيل وتصعيد خطير من إسرائيل، خصوصا إنها اغتالته في قلب إيران. الراجل كان بيشارك في حفل تنصيب رئيس إيران الجديد، وبمجرد ما روح بيته طلع الطيارة بدون طيار قصفت غرفة نومه بالصواريخ. يقال إن الصواريخ اخترقت جسمه، ده وفقا للتقارير الإيرانية. أما الضربة الثانية فهي نجاح إسرائيل برضو من خلال طيارة بدون طيار في توجيه ضربة جوية ضد واحدة من أهم المنشآت التابعة لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت. لكن ورغم نجاح ضربة في استهداف المنشأة التابعة لحزب الله، إلا إن الهدف من تنفيذ الضربة نفسه لسه محدش عارف إذا كان حصل ولا لأ. المفروض إن إسرائيل كانت بتحاول تقتل الرجل رقم 2 في حزب الله والمعروف باسم الحاج محسن، ده الاسم الحركي. اما اسمه الحقيقي فهو فؤاد شكر. مين هو فؤاد شكر او الحاج محسن ده؟ ده يبقى المستشار الاول لحسن نصر الله وقائد برنامج الصواريخ في ميليشيا حزب الله كلها، الرجل الثاني باختصار. طيب احنا كده عندنا حكايتين، حكايه اغتيال اسماعيل هنيه هنخليها للاخر، وحكايه اغتيال او محاوله اغتيال الحاج محسن قائد منظومه الصواريخ في حزب الله او زي ما بيلقبوه بالرجل الثاني. تعال نبدا بحكايته. سيد المواطن، خلينا اقول لك ان سواء كانت اسرائيل فعلا نجحت في اغتياله او ما نجحتش فده ما يهمناش. اسرائيل قتلته ما قتلتوش، الضربة الجوية نجحت ما نجحتش، كل ده ما يهمناش. ممكن بكرة حزب الله يعترف بنجاح إسرائيل في اغتياله، وارد. وممكن إسرائيل نفسها تطلع بكرة تعترف بفشلها في اغتياله، برضو وارد. اللي يهمنا النهارده هو اننا نعرف سبب اختيار الموساد الاسرائيلي للراجل ده تحديدا علشان يغتالوه، ايه اهميته يعني، وليه امريكا نفسها كانت مقدمه مكافاه 5 مليون دولار لاي حد يقدم اي معلومه عن الراجل ده من سنه 1983 لحد النهارده. ورغم قيمه المكافاه الكبيره ورغم طول المده اللي امريكا بتدور عليه فيها، الا ان لحد قدم عنه اي معلومه ولا حتى المخابرات الامريكيه قدرت توصل. والسؤال الاهم من كل اللي فات، اذا كانت المخابرات الامريكيه بتدور عليه من سنه 83 لحد النهارده ومش عارفه تلاقيه، ازاي الموساد الاسرائيلي قدر يحدد مكانه يوصل ويستهدفه في اقل من 3 ايام، اللي هي الفتره ما بين انفجار صاروخ قريه مجدل الشمس الدرزيه وما بين محاوله اغتيال الحاج محسن نفسه. والسؤال اللي كل الناس بتساله، هل عمليه مجدل الشمس وعمليه اغتيال الرجل الثاني في حزب الله ممكن تتحول لحرب اقليميه بين اسرائيل وايران، ولا الموضوع هيخلص على ما فيش زيه زي كل مره بتحصل فيها اشتباكات بين اسرائيل وحزب الله؟ اقول لك الله ينور عليك، هي دي الاسئله المهمه، تعال بقى نجاوب عليها. يوم 23 اكتوبر سنه 1983 لبنان كلها اتهزت بسبب انفجارين اعنف من انفجارات حرب في، وده مش كلامي، ده كلام التاريخ العسكري زي ما هحكي لك دلوقتي. الموضوع بدا لما قوات حفظ السلام الامريكيه في لبنان كانت مستنيه وصول خزانات ميه الشرب اللي بتوصل لها عن طريق شاحنات متحركه، يعني في شاحنه كبيره كده الخزان بتاعها بيتملي ميه شرب وكل يوم بيدخل مبنى القوات الامريكيه علشان يفضلهم الميه فخزانات المبنى يشربوا منها لحد تاني يوم. الشاحنه وصلت فعلا وبدات تاخد المسار الطبيعي بتاعها زي ما حضرتك شايف كده لحد ما وصلت عند بوابه التفتيش. هنا وفي اللحظه دي تحديدا سواق العربيه او الشاحنه اللي المفروض شايله ميه الشرب داس بنزين فجاه وكسر البوابة الحديد اللي بتفصله عن مبنى القوات الأمريكية، طلع يجري بالعربية ناحية المبنى. الجنود الموجودين على البوابات على ما سحبوا أجزاء السلاح ولسه هيضربوا نار على السواق، كانت الشحنة وصلت فعلا للمبنى الموجود فيه جنود المشاة البحرية الأمريكية، وهوب أكبر انفجار تتعرض له القوات البحرية الأمريكية من أيام حرب فيتنام، بل تتفوق عليه في كمية المتفجرات وعدد الضحايا. أكبر هجوم اتعرضت له القوات الأمريكية في حرب فيتنام كان هجوم عيد التت واللي راح ضحيته 128 جندي أمريكي، إلا إن انفجار مبنى القوات الأمريكية في لبنان راح ضحيته في أول موجة انفجارية 241 جندي أمريكي. خزان الشحنة اللي المفروض كان يبقى مليان مية شرب كان مليان متفجرات بوزن 10 طن من مادة التي إن تي، في حد سرق الشحنة وعباها متفجرات بدل المية. المخابرات الأمريكية وهي بتفحص المبنى بعد الانفجار اكتشفت إن الموجة الانفجارية للانفجار قدرت إنها تقطع أعمدة الدور الأول من المبنى كأنها اتقصت بالمقص، وبعد كده الموجة الانفجارية قدرت ترفع المبنى كله واللي كان مكون من أربع أدوار، قدرت ترفعه للهواء أكتر من 5 متر، وبعدين الجاذبيه سحبته للارض مره تانية فطربق كله على دماغ اللي فيه. تاني الحته دي، الموجه الانفجاريه قصت او حطمت الاعمده الخرسانيه اللي شايله المبنى، وبعدها طيرت المبنى كله في الهواء، وبعدها نزل على الارض كتله واحده كانك بتطبق كوبايه بلاستيك. الانفجار وتحطيم المبنى ده قتل في نفس اللحظه 241 جندي امريكي، في ناس تانية اتصابت وخرجت من تحت الانقاض، لكن اللي ماتوا فعليا 241 جندي. بعدها بدقائق كانت في شحنه تانية شايله نفس المواد المتفجره في طريقها لمبنى قوات حفظ السلام الفرنسيه. في الوقت ده لبنان كان فيها قوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام. القوات دي كانت بتعمل ايه في لبنان؟ كانت هي اللي بتفضل الاشتباك بين الجيش الاسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبتشرف على الخروج الامن لقوات منظمة التحرير الفلسطينية من الاراضي اللبنانية. كنا حكينا لحضراتكم قصة انسحاب القوات الفلسطينية من لبنان بالتفصيل
بالتفصيل في حلقة الدور على مصر، ممكن تتفرج عليها لو حاب تعرف اللي حصل لهم خلال عملية الانسحاب. المهم الشحنة التانية طلعت على مبنى القوات الفرنسية المكون من 9 أدوار، ده تقريبا ضعف مساحة مبنى القوات الأمريكية، ونفس الحكاية اقتحمت بوابات المبنى وانفجرت. لكن المرة دي بقى الموجة الانفجارية مش بس طيرت المبنى لفوق زي مبنى القوات الأمريكية، دي رفعته 6 متر في الهواء وحدفته في مكان مختلف عن مكانه الأصلي، فكانت النتيجة هي موت وإصابة 70 جندي من قوات المظلات الفرنسية. من حسن حظ القوات الفرنسية إنها ما كانتش متمركزة في المبنى في الوقت ده زي القوات الأمريكية، الخسائر بين القوات الأمريكية كانت أكبر بكتير بسبب تمركز القوات جوه المبنى في نفس لحظة تنفيذ الهجوم. طبعاً الدنيا اتقلبت، جميع قطع الأسطول الأمريكي الموجودة في البحر المتوسط اتجمعت على سواحل لبنان علشان تنفذ عمليات إجلاء وإنقاذ للجنود الأمريكان والفرنسيين. لكن الجيش الأمريكي واجهته مشكلة وقتها، ألا وهي عدم قدرته على رفع الكتل الخرسانية اللي اتدفن تحتها الجنود الأمريكان. جثث الجنود وحتى اللي لسه عايش منهم تحت الأنقاض ما زالوا تحت الأنقاض، علشان تطلعهم محتاج لوادر ومعدات لرفع الأنقاض، وقصة كبيرة جدا. وطبعا لا الجيش الأمريكي ولا الجيش الفرنسي ولا حتى أي قوة من قوات حفظ السلام كان معاها النوع ده من المعدات. احنا جايين نأمن خروج القوات الفلسطينية من لبنان ونمشي، احنا قوات حفظ سلام مش شركات مقاولات. المهم بدأوا ينفذوا عمليات ضخ الأكسجين تحت الأنقاض علشان الجنود المصابين واللي لسه عايشين يقدروا يتنفسوا، لحد ما يلاقوا حل لمشكلة رفع الأنقاض. مين هنا يتحرك وينقذ القوات الأمريكية الموجودة تحت الأنقاض؟ مقاول لبناني عنده شركة مقاولات اسمه رفيق الحريري، اللي بقى بعد كده رئيس وزراء لبنان. الراجل ده كان عنده شركة مقاولات وكل المعدات اللازمة لتنفيذ عمليات رفع الأنقاض هو فعليا بيمتلكها، فعمل ايه؟ قدمها كلها للجيش الامريكي والفرنسي علشان تساعدهم في رفع الانقاض وانقاذ الجنود اللي لسه عايشين وسحب جثث الجنود اللي ماتوا. طيب هي عمليات رفع الانقاض استمرت كام يوم؟ 5 أيام كامله، ودي مده كافيه جدا علشان بس تدرك حجم الانفجار اللي تعرضت له القوات الامريكيه والفرنسيه في اليوم ده. طيب هنا كاجراء طبيعي ومتوقع الجيش الامريكي والجيش الفرنسي لازم يردوا، لازم ينفذوا هجوم انتقامي ضد الجهه المسؤوله عن تنفيذ الهجوم. لكن المشكله اللي واجهتهم وقتها انهم ما يعرفوش مين اللي نفذ الهجوم. كل اللي يعرفوه ان المساعد الإسرائيلي بلغهم قبل تنفيذ الهجوم بساعات ان قوات حفظ السلام هتتعرض لهجوم مسلح، لكن مين بالظبط في قوات حفظ السلام اللي هتتعرض للهجوم؟ إسرائيل ما قالتش. طيب الهجوم هيتنفذ امتى؟ إسرائيل ما قالتش. هيتنفذ فين؟ إسرائيل ما قالتش. طب هيتنفذ ازاي علشان نقدر نمنعه؟ برضو إسرائيل ما قالتش. وبالتالي المعلومه اللي إسرائيل قدمتها للمخابرات الأمريكية والفرنسية كانت معلومه فارغه. ايه يعني هنتعرض لهجوم؟ ما طبيعي ان وجودنا وسط كل هذا الكم الرهيب من الميليشيات المسلحه يعرضنا لهجمات من وقت للتاني، جبت التايهه يعني؟ وبناء عليه امريكا فرنسا ما كانوش عارفين يضربوا مين. ايران نفسها واللي تكاد تكون اول المتهمين طلعت بيان رسمي نفت فيه علاقتها بالهجوم. انا ماليش دعوه بالقصه دي. حزب الله اللي كان لسه متاسس جديد ويدوب يرش لسه ميه قدام المحل، هو كمان نفى علاقته بالهجوم وقال لك انا ماليش دعوه بالقصه دي. وبالتالي امريكا ما كانتش عارفه تضرب مين فين، لحد يوم 8 فبراير سنه 84 المخابرات الامريكيه جمعت معلومات بتاكد ان الشاحنات اللي انفجرت في مبنى قوات حفظ السلام الامريكيه والفرنسيه تم تجهيزها بالمتفجرات في قواعد عسكريه تابعه للجيش السوري اللي كانت موجوده في سهل البقاع الموجود في لبنان. ايوه بس تجهيز العربيات في مواقع تابعه للجيش السوري مش معناه ابدا ان الجيش السوري هو اللي خطط للهجوم ونفذه. ممكن تكون ايران هي اللي امرت الجيش السوري بفتح قواعده العسكريه لاستخدامها في تجهيز المتفجرات، والجيش السوري ما يعرفش حاجه عن اللي بيحصل ولا ليه اي علاقه. ممكن يكون حزب الله هو اللي خطط ونفذ الهجوم كله بدليل انه وصف منفذين العمليه بالشهداء. طيب امريكا هتعمل ايه وتتصرف ازاي في الوقت ده؟ امريكا كان لازم ترد، حتى لو هترد على اي حد، المهم انها ترد. دول 241 جندي امريكي ماتوا كلهم في ضربه واحده، فلازم ترد. راحت جابت السفينه الحربيه نيوجيرسي ووقفتها على سواحل بيروت، وهوب هاتك يا ضرب في سهل البقاع، وتحديدا في المواقع العسكريه السوريه الموجوده في سهل البقاع. وفقا للتقارير العسكريه امريكا ضربت سهل البقاع ب 40% من كميه القذائف عيار 16 بوصه المتاحه في مخازن مسرح العمليات الاوروبيه كله، لدرجه انهم بيوصفوا عمليه القصف دي بانها اعنف عمليه قصف تمت من البحر تجاه الشواطئ من ايام الحرب الكوريه اللي اندلعت سنه 1950. امريكا ضربت لبنان بغباء كانها بتحاول تسترد هيبتها اللي خسرتها في هجوم مبنى القوات الامريكيه. طيب تحصل المفاجاه امتى؟ لما امريكا تتفاجئ بعد كده ان حزب الله رقى واحد من رجالته لمنصب قيادي في الحزب كمكافاه ليه على التخطيط لتفجير مبنى القوات الامريكيه والفرنسيه في لبنان. من هو هذا الرجل؟ انه الحاج محسن او فؤاد شكر اللي اسرائيل حاولت تغتاله امبارح. مش بس كده، دي امريكا كمان اكتشفت ان الموساد الاسرائيلي اللي بلغها بمعلومه فارغه عن العمليه قبل تنفيذها بساعات كان عارف كل تفاصيل العمليه قبل تنفيذها بايام، لكنه ما بلغهاش علشان يضمن ان العمليه هتتنفذ وتنجح، فتقوم امريكا هي اللي تضرب له لبنان بدون ما هو يضطر
يضرب طلقة واحدة. طيب بعدها ايه اللي حصل؟ بعد ما امريكا عرفت والشعب الامريكي كله عارف ان حزب الله هو المسؤول عن تنفيذ الهجوم، ادركوا ان ايران هي اللي المفروض تتحاسب باعتبار ان حزب الله ما هو الا ميليشيا تبع ايران. فاسر ضحايا الجنود الامريكان اللي راحوا ضحية الهجوم طلعوا على المحكمة الامريكية وطلبوا ايران بدفع تعويضات قيمتها 2,600,000,000 دولار. طبعا ايران رفضت تدفع، فما كان من المحامين الامريكان الا انهم طلبوا وزارة الخزانة الامريكية بصرف التعويضات من السندات اللي بتمتلكها ايران في امريكا. لكن هنا واجهتهم مشكلة، الا وهي ان السندات اللي بيمتلكها اجانب محمية ومحصنة بنص القانون الامريكي، محدش يقدر يقرب لها، دي فلوس ناس. الا ان المحكمة العليا الامريكية امرت بتجاوز القانون لصالح الاسر الامريكية وصرف التعويضات من اموال السندات الايرانية الموجودة في البنوك الامريكية. ومن يومها لحد النهاردة فضل الحاج محسن او فؤاد شكر يترقى في المناصب القيادية داخل حزب الله لحد ما وصل لمنصب المستشار الاول لحسن نصر الله وقائد منظومة الصواريخ التابعة للحزب. وده معناه ان كل الهجمات الصاروخية اللي تعرضت لها اسرائيل بداية من 7 اكتوبر لحد النهاردة ويمكن كمان من قبلها كان هو اللي واقف وراها وبيخطط لها. وبالتالي هنا يظل السؤال المهم، لما اسرائيل عارفة مكانه وقادرة انها توصله في الوقت اللي تحدده، ليه ما سلمتوش للمخابرات الامريكية؟ ليه هي بنفسها ما خلصتش عليه علشان ترتاح من هجمات حزب الله؟ اقول لك لسببين. السبب الاول ان طول ما حزب الله بيمتلك عناصر مطلوبة من الجيش الامريكي، طول ما الجيش الامريكي هيفضل مستعد لدخول اي مواجهة عسكرية ضد حزب الله، وحالة العداء دي بتصب في مصلحة مين؟ في مصلحة اسرائيل. اما السبب الثاني والخاص بعدم تصفية اسرائيل نفسها للقيادة المسؤول عن الهجمات الصاروخية اللي هو الحاج محسن، فهو انها عارفة ومتأكدة ان حزب الله مش محل بقالة، ده مؤسسة عسكرية كاملة اشبه بالجيش النظامي. يعني التسلسل القيادي اللي جواه مش مقتصر بس على قيادات الصف الاول، هتوقع واحد هيستلم مكان واحد غيره من قيادات الصف الثاني. وبالتالي لما ابقى عارف قيادات الصف الاول وعارف اماكنهم وطريقة تفكيرهم وعيوبهم ومميزاتهم وامتلك قدرة الوصول ليهم وتصفيتهم في الوقت اللي انا اختاره، احسن بكتير من اغتياله، احسن بكتير من ان يجيلي بعد واحد لسه معرفش عنه حاجة فاضطر اشتغل عليه من اول وجديد واجمع عنه معلومات من اول وجديد. يا ترى بيفكر ازاي؟ غشيم ولا تفكيره موزون؟ متطرف ولا وسطي؟ روتيني ولا عايز يطور من قدرات الحزب التسليحية؟ فلا، خلينا في اللي نعرفه لحد ما اضطر اصفيه، ابقى مجبر ان انا اصفيه. طيب نيجي هنا للسؤال المهم، حزب الله هيرد ازاي على اسرائيل؟ اقول لك اننا علشان نجاوب على السؤال ده لازم نسأل سؤال تاني اهم، هو الراجل مات اصلا ولا لا؟ يعني عملية الاغتيال نجحت وتستحق الرد ولا فشلت وممكن نرد عليها بشوية صواريخ نرميهم على مستوطنات الشمال وخلصنا؟ هنا حزب الله بيرد وبيقول لك الراجل بخير وعملية الاغتيال فشلت، في المقابل اسرائيل بتقول لك لا، الراجل مات وعملية الاغتيال نجحت. ايوه، يعني هتحاربوا بعض ولا هتلتزموا بقواعد الاشتباك؟ هنا ردت اسرائيل وقالت لك انا كده خدت حقي من عملية قرية مجدل الشمس وانتقمت للضحايا اللي ماتوا، وبالتالي لو حزب الله التزم الصمت فشكرا كده انا مش عايزه حاجه ومش هنفذ عمليات جديده. لكن لو حزب الله رد بهجوم مماثل انا هرد بغزو لبنان حتى ولو كانت النتيجه هي اندلاع حرب شامله في المنطقه. طيب هنا نرجع لحزب الله، حزب الله قال في اكتر من تصريح سابق انه هيرد على اسرائيل بهجمات مماثله لاي هجمات تنفذها ضده، يعني لو ضربته في بيروت هيضربها في تل ابيب، لو ضربته في الجنوب هيضربها في الشمال، لو وقعت له جندي هيوقع لها جندي، اللي هي قواعد الاشتباك المعروفه واللي شرحناها اكتر من مره هنا في البرنامج. لذلك لو افترضنا ان حزب الله هيلتزم بتهديداته فده معناه اننا على موعد جديد مع هجوم لحزب الله داخل تل ابيب، او على الاقل خالص محاوله اغتيال لواحد من قيادات الجيش الاسرائيلي. لكن لو فؤاد شكر او الحاج محسن ما ماتش اصلا، او حزب الله قرر لاي سبب انه يرجع في كلامه وتهديداته تجنبا لحرب شامله، فرده هيكون عباره عن هجمات صاروخيه عاديه جدا ضد مستوطنات الشمال زيها زي كل الهجمات اللي شفناها من يوم 7 اكتوبر لحد النهارده، اللي هي قواعد الاشتباك المتعارف عليها. او حتى لو ضرب تل ابيب او مصافي البترول هتبقى ضربه خفيفه غير مؤثره. لكن تحصل المفاجاه امتى؟ لما بعد 24 ساعه تقريبا من محاوله اغتيال الحاج محسن، اسرائيل تنجح فعليا وبدون تشكيك بقى المره دي في اغتيال اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركه حماس. الراجل كان موجود في ايران علشان يبارك لرئيس ايران الجديد ويشارك في حفل تنصيبه الرئاسي، خلص الاحتفال وخد بعضه وطلع هو والمساعدين بتوعه على مقر اقامته هناك في طهران، وتحديدا الساعه 2 بالليل ظهرت طياره بدون طيار من العدم كده قصفت غرفه نومه بالصواريخ. بعض التقارير الإيرانية بتقول إن الصواريخ اخترقت جسمه، وبكده تبقى إسرائيل نجحت في اغتيال القيادة السياسية رقم واحد في حركة حماس واغتالت القيادة العسكرية رقم واحد في حزب الله، ده إذا كان مات فعلا، وكل ده في أقل من 24 ساعة. وده بالظبط لو حضرتك تفتكر اللي حذرنا منه في حلقة عملية غضب الرب، لما قلنا لحضراتكم بالنص إن إسرائيل كلفت فرقة اغتيالات لتصفية قادة حماس واحد ورا التاني. طيب هو إيه اللي جاي؟ اللي جاي عبارة عن سيناريوهين، الأول إن إيران زي ما ردت على اغتيال قاسم سليماني هترد على اغتيال إسماعيل هنيه،
مجرد رد تمثيلي بقصف مجموعة صواريخ وهمية على أي هدف إسرائيلي والموضوع ينتهي. أما السيناريو الثاني وهي إنها ترد رد حقيقي حتى ولو من خلال ميليشياتها زي حزب الله وتصفق قيادات في الجيش الإسرائيلي أو تضرب مصافي البترول الإسرائيلية أو تضرب أي هدف من الأهداف الحيوية اللي هي بنفسها صورتها عن طريق الهدهد اللي قعدت تروج له على مدار الأيام اللي فاتت وتأكد إنها نجحت في رصد وتصوير كل الأهداف الإسرائيلية الحيوية. غالبا دي أفضل فرصة علشان تستهدف كل الأهداف اللي صورتها وقدرت توصل لها. حركة حماس نفسها المفروض هي كمان ترد على اغتيال رئيس المكتب السياسي بتاعها. الخبطة تقيلة فعلا. طيب هي حماس علقت على اغتياله وقالت ايه؟ قالت ان اللي حصل ده لن يمر مرور الكرام. وبالمناسبة انا بصدق تهديدات حماس. طيب هل حماس تقدر تعمل حاجة اكتر من اللي بتعمله في قطاع غزة؟ الاجابة هنا متوقفة على نوعية الاهداف اللي حماس هتستهدفها. بالبلدي كده لازم الهدف اللي ايران وحماس وحزب الله هيستهدفوه يكون بنفس تقل اسماعيل هنية. ده تقريبا اتقل قيادة في حركة حماس بعد السنوار. هنية هو القائد السياسي والسنوار هو القائد العسكري. فاحنا بنتكلم عن رأس الهرم. سيد المواطن لحد لحظة تصوير الحلقة كان يدي كل المعلومات المتاحة عن اغتيال اسماعيل هنية، لكن استنى مننا حلقة كاملة بإذن الله عنه وعن تفاصيل اغتياله. ازاي اسرائيل قدرت توصل له في قلب ايران؟ ازاي اخترقوا مجالها الجوي؟ ازاي حددوا مكانه وخط سيره؟ اتعرض للخيانة ولا لا؟ وليه ما توفرتلوش اجراءات التأمين اللي تحميه من هجوم جوي واضح بالشكل ده؟ وهنا ما يفضلش غير سؤال واحد لحضرتك، لو انت مكان ايران وحزب الله وحماس ترد على اللي حصل ده ازاي؟ بالبلدي كده تستهدف مين قصاد اسماعيل هنية؟ The world is run on secrets.